طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. الأخ الشاب عز الدين خيري الجنيدي، آية مباركة من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يعطيك العافية. أيها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الأهل والأزوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجلالا وتكريما لشهدائنا في غزة وفي عموم فلسطين، أرجو من حضراتكم أن نقف دقيقة نقرأ فيها سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. بارك الله فيك. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الحواري الاستكشافي حول الانتخابات النيابية المقبلة، الذي يأتي بدعوة كريمة من شخصية كريمة لابن عائلة كريمة، مرشح حزب الشورى البطل معتز زكريا الجنيدي. لتلمس معالم الطريق الذي سينتهجه مرشحنا معتز، وهو عازم على خوض غمار الانتخابات البرلمانية والوصول إن شاء الله إلى قبة البرلمان في دورته المقبلة بإذن الله. أيها الحفل الكريم، لعل الهدف الأسمى لهذا اللقاء هو التواصل والتشاور والتعاون، ويحضرني في هذا المقام هذه القصة لشخص مرهف الحس والشعور، نابع من أعماق قلبه، تابع نملة في سعيها للحصول على رزقها، فكتب يقول: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال،
لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال. لم يستطيع حمله، تذكر قولا يقال: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال، لا شيء محال أمام التميز والإبداع، ولا شيء مستحيل أمام الإرادة والتحدي. كلمة ترحيبية باسم آل الجنيدي الكرام وباسم الهيئة الإدارية لديوان آل الجنيدي يلقيها السيد أحمد الجنيدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد. الحضور الكريم، الأهل والعشيرة، أبناء محافظة الخليل، السادة حزب الشورى، الأمين والأعضاء، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بكم جميعا بديوانكم ديوان آل الجنيدي، وأنتم الأهل والعزوة والعشيرة. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سنشد عضدك بأخيك. وأنتم يا إخوتنا ويا أحبتنا بمحافظة الخليل، قد شددنا عضدنا بكم، فأنتم السند بعد الله، وحضوركم لدعم وتزكية ومباركة ترشح إجماع عائلة الجنيدية. نعم، أقول مرشح إجماع عائلة الجنيدية، والذي اتفقت كل العائلة على ترشحه: ابن الخليل وابن الأردن الكابتن البطل معتز زكريا الجنيدي. ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب الأردني 2024، وحضوركم بيننا لهو وسام شرف على صدورنا، ويحملنا المسؤولية الأكبر تجاه الوطن الأردن وفلسطين الحبيبة. من منا لا يعرف معتز؟ معتز بن قصيد بن صفي، معتز الجسور الطموح البطل المعجزة. لما أقول المعجزة فعلا هو المعجزة. معتز يعني منذ الصغر لا يعرف المستحيل، ما في عنده إشي يعني بخف الحدود عنده. بإذن الله معتز تحدى الظروف وتحدى التحديات وتحدى ظروفه ليصبح أيقودة نجاح نباهي بها كل العالم. معتز نسأل الله أنه هو القوي الأمين على همومكم ومصالحكم وتطلعاتكم. كابتن معتز، معتز يا إخوة هو من رحم هذا المجتمع، من أسرة متدينة لا تعرف المجاملة بثوابت الوطن والأمة والدين والأخلاق. لا أريد أن أطيل عليكم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في بيتكم، ديوانكم ديوان أهل الخليل وديوان الأردن كلها. معتز ابنكم مرشحكم، هو منكم، نتوسل منكم دعمه وتأييده وتزكيته لترشح وخوض انتخابات مجلس
النواب 2024 بهمتكم إن شاء الله. إن شاء الله وبإذن الله نجتمع بكم مرة أخرى بعد الانتخابات لتتويج الكابتن معتز بإذن الله، وهو قد نجح بهذه التجربة، وإن شاء الله يكون النجاح نجاحين، نجاح معتز الجنيدي ونجاح الأمة بمجاهديها بفلسطين وغزة خاصة. وقد تحرر مصرانا الأسير من دنس اليهود الملعين. نسأل الله أن يكون ذلك قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. احنا بدنا برضو حالنا دكتور راتب يحكي كلمة يرحب فيها للجميع. معلش تفضل دكتور راتب الجنيدي، عميد عائلة الجنيدي، أشهر من أن يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بالنيابة عن عائلتي أرحب بجميع الحاضرين فردا فردا، كما أرحب بالأهل والأصدقاء، كما أرحب بالحضور ممن ينتمون إلى الأحزاب السياسية وبأمناء الأحزاب السياسية الحاضرين. وبالإنابة عن عائلتي أعلن ترشيح ابن العائلة معتز زكريا الجنيدي لعضوية مجلس النواب، فهو من الكرام الصادقين في أقوالهم والمخلصين في أعمالهم، كما يتمتع بمجموعة من القيم الأخرى وتتجلى ذلك بأدائه للمسؤوليات التي تناط به على الوجه الصحيح، وفي مشاركته الإيجابية في خدمة المجتمع وفي رعاية حقوق المستضعفين والحرص على مشاعرهم والدفاع عنهم في كل وقت وفي كل مكان. وبهذه المناسبة أتمنى أن تكون الانتخابات القادمة هي تمكين الشعب من انتخاب مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية، والعمل على ترسيخ حكومة برلمانية تؤمن بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الشامل وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم وفقا للمبدأ الدستوري الأمة وفق السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، مع هذا الفيديو حول الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات في الأردن. الإضاءة إذا سمحت. لا أنا من الطلب غربي. مش واضح.
أيتها الأخوة، أيها الأخوة، بين كنا ديما القيس، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أخي أبا سلطان، لكأني بأمير الشعراء يعنيك أنت يا معتز، عندما أنشد يقول: شرفا جنيد، شرفا جنيد الفعجبينك عاليا، وتلقى من أوطانك الإكليلا. إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك دليلا. قل يا جنيد وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا؟ أحملت دنيا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع عليلا؟ أحملت ظلما من قريب غادر أو كاشح بالأمس كان خليلا؟ أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الأمور قليلا؟ تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فصار ضئيلا. يا بطل الأبطال يا معتز، إن حمل مسؤولية آمال وهموم هذا الشعب مسؤولية كبيرة وثقيلة، تتضاءل أمامها طارات الحديد التي جمعتها فنترتها ورفعتها عاليا ليرفرف العلم الأردني خفاقا فوق المنابر وفي حفلاتك. كلمة أمين عام حزب الشورى السيد فراس العبادي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الوجوه الطيبة العذراء النيرة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجودنا مع أهلنا وعزوتنا وفزعتنا أهالينا من أهل محافظة الخليل، هذا وسام على صدرنا وتاج على رأسنا، فأنتم الرجال الرجال، ومواقف أهل الخليل مواقف مشرفة، سواء بالأردن أو مع إخواننا في فلسطين، فعاشت فلسطين حرة عربية. نعم للوحدة الوطنية، فالأردن وفلسطين رئتين لقلب واحد. وجودنا هنا لا أريد أن أطول بالكلام أو أحكي عن برنامج فالأحزاب السياسية، هذا مشروع جلالة الملك أخوان، هذا مشروع جلالة الملك، ومطلوب منا كشعب أن ننجح هذا المشروع. بكفينا وجوه قديمة، بدنا وجوه جديدة إلها دور بالمجتمع. إحنا كحزب الشورى لما اجتمعنا ورشحنا أخونا وحبيبنا وصديقنا الكابتن معتز الجنيدي ماجه من فراغ، معتز الهدور
دور كبير في هذا المجتمع، دور سياسي، دور اجتماعي، حتى رياضي. يعني شفنا الكابتن معتز قديش يعني رفعوا علم الأردن عاليا في البطولات الداخلية والخارجية. نعم، أنت مثلت شعب بأكمله، مثلت المملكة الأردنية الهاشمية، مثلت إخواننا في فلسطين، هذه الوحدة الوطنية. كابتن معتز يا إخوان قادر أنه يمثل مش بس أهل الخليل ولا الأردن، كابتن معتز له مواقف مشجعة على الساحة الداخلية والخارجية بمواقفه، حتى مواقفه الاجتماعية الخيرية. فمنا كل الدعم لأخونا وحبيبنا معتز الجليدي. لا أريد أن أطيل في الكلام لأخواننا، إحنا نتشرف إنه نكون بين أهلنا وعزوتنا وفزعتنا مرة ثانية، ولا بد من التغيير. فالشعب هو مصدر السلطات، وأنتم مصدر السلطات يا إخوان، أنتم مصدر السلطات، أنتم اللي بتتجهوا اللي بدكم إياه وبتغصبوا اللي بدكم إياه. لكم كل الاحترام مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، كلمة مستحيل كلمة لا وجود لها في قاموس البطل معتز الجنيدي. ووصيته دائما لشباب هذا الوطن بالعزيمة والإصرار تصنع المستحيل. ومعتز الجنيدي أحد مؤسسي هيئة شباب كلنا الأردن، وإنهم أنموذج حي لأهل الهمم في تحدي الصعاب وقهر المستحيل والتوكل على الله الخالق الذي اختار له ميزته في الإعاقة لتكون سبب دافعيته في المضي قدما بالحياة والابتعاد عن السلبية والخروج من المشكلة وإيجاد الحل والاستعانة بأهل الخبرة وإثبات والتخطيط لها بكل شجاعة. أبا سلطان، أما وقد عزمت وتوكلت على الله، فاعلم أيها البطل أن المهمة صعبة ولكنها تستحق المغامرة والمخاطرة، وهذه سنة الحياة. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقدم لإدراكها وطرا. كلمة رئيس تجمع عام أبناء محافظة الخليل في الأردن المهندس طلال سدر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ومن لا نبي بعده والمبعوث رحمة للعالمين وأصحابه الغر الميامين. إخواني الحضور الكرام، نلتقي في هذا المساء في ديوان جنيدي الطيب بأهله وحضوره لنتحدث عن ابن هذه العائلة الكريمة الشاب الموهوب معتز الجنيدي، الذي يعتزم ترشيح نفسه مع زملائه من حزب الشورى للانتخابات النيابية المقبلة وهي على الأبواب. قصتي مع هذا الشاب الموهوب، عندما سمعت عنه في وسائل الاتصال الاجتماعي والأخبار للمرة الأولى أنه حقق بطولات عالمية ورفع اسم الأردن عالياً في رفع الأثقال
لذوي الاحتياجات الخاصة. سارعت إلى دعوته إلى إحدى اللقاءات التي كانت تضم عدد كبير من التجمع العام لمحافظة الخليل، وأكرمناه بدرء تقديراً لإنجازه. ثم توالت اللقاءات وتعرفت عليه أكثر، فلمست في هذا الشاب عطاء غير محدود، وكأن الله بحكمته قد حرمه من نعمة السير على أقدامه، ولكن الله وهبه قدرات كبيرة نادراً ما تكون لدى كثير من الشباب، وأخص بالذكر الموهبة العقلية التي تتفوق على كثير من المواهب. إخواني، أنا أنظر إلى النائب أن يكون نائباً نائب وطن بالدرجة الأولى، ثم نائب خدمة، أن الأردن في هذا الظرف يمر في ظروف صعبة وعنده تحديات كثيرة، فبحاجة إلى أن تكون لهم القدرة على مساعدته على الخروج من هذه التحديات. وفعلا هذا الموقف، يعني أنا مش كثير بكون مبسوط كنائب يتوسط يروح على دائرة حكومية من أجل تعيين، من أجل كذا وكذا، من أجل تقييد شارع، لكن الوطن هو الأساس، ويجب أن نكون دائما من خلال مجلس النواب إن شاء الله قدرة على المساعدة الوطن وقيادة هذا الوطن للسير إلى الأمام. بارك الله فيكم إخوتي مجلس مرشحين حزب الشورى الأردني، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جلستنا الحوارية في هذه الأمسية هي محاولة في البحث عن الطريقة التي يمكن بها الوقوف مع الشخص المناسب الكفء الذي يمثلنا تحت قبة البرلمان، القادر على تحقيق المصلحة العامة وتفعيل الدور الرقابي المنوط به بعيداً عن تحقيق المكاسب المادية الشخصية، بل لمساندة الناس في الحصول على حقوقهم أولاً، وثانياً مشاركة الدولة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتربوي والتعليمي والاجتماعي الذي يتناغم مع حاجات الأردن وتطلعاته المستقبلية في عالم سريع التغير، وثالثاً ترجمة ما جاء في الأوراق النقاشية التي تفضل بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهادفة إلى تطوير النهج السياسي والاقتصادي والاستثماري في مواكبة نهج إعلامي وطني متطور يراعي خصوصية الأردن ويواكب القفزة التكنولوجية المتسارعة. أيها الإخوة، الكلمة الآن لشخصية معروفة لديكم، عمل في المجال السياسي والاجتماعي سنوات طويلة، وهو مؤسس حزب الأحزاب الأردنية الأصيلة، حزب المستقبل والحياة، إنه الأستاذ ظاهر العمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني شرف كبير لي أنا أكون اليوم في هذا المكان، لأنني أتمنى أني أكون حققت حلمي، الحلم الحقيقي، عندما أسسنا حزب الحياة، أسست حزب الحياة الأردني في سنة 2007. كان القانون القديم هو كل 50 شخص تعمل حزب،
طلع قانون جديد كل 500 شخص من 5 محافظات بيعملوا يعني في هذاك الزمان بيعملوا حزب. وكان في 34 حزب، 20 حزب لم يستطيعوا ال 20 حزب انهم هم يستمروا، فظل 14 حزب، احنا كنا رقم 15. كان من اهم البنود اللي كانت في الحزب تبعي، واهم البنود اللي كانت فيها هو ايصال ذوي الاحتياجات الخاصه في ذلك الزمن، مش اسمهم ذوي الاعاقه، اسمهم ذوي الاحتياجات الخاصه، كان الهم انه يصلوا ذوي الاحتياجات الخاصه الى القرار السياسي، يكون هو احنا ما بدنا نجيبهم عشان يقفوا على الناس ولا يسوون، بهمني انا يكون صاحب الكفاءه هو يكون رئيس وزراء، صاحب الكفاءه هو يكون وزير، صاحب الكفاءه هو يكون صاحب القرار، لانه انا لما اشوف الشيخ احمد ياسين هو هذا معاق لكل زعماء العالم العربي المعاقين. هو من المعاق؟ اللي معاق ما عندوش اراده. المعاق اللي ما عنده اراده. انا لما اشوف بيتهوفن، انا لما اشوف رزفل، انا لما اشوف طه حسين، انا لما اشوف هذول البشر هذول الناس، انت لما كلنا عندنا اعاقات شخصيه، كل واحد عنده حاجه خاصه، لكن الانسان اللي عنده اراده هو مش معاق، المعاقين اللي ما عندهم اراده ولا ما عندهم قوه. ولذلك أنا كل حلمي كان إيصال هذه الفئة في المجتمع إلى صاحب القرار السياسي اللي هو يقودنا إلى النجاة. الآن في الأردن في 1,200,000 إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا هذول الناس مش معقول ما يكونوش عندهم قدرة على القيادة، مش معقول يكونوا هم بس عشان نشفق عليهم، والله جيب لي وظيفة ما جيبليش وظيفة. أنا بعتقد إنه أخونا معتز أنا قلت من أول يوم شفته فيه، قلت له حقول خلفك بكل امكانياتك الماديه والمعنويه في حزب الكلام. قلت له انا ما ببحث عن حزب، ما ببحث عن الخليل، ولا ببحث عن، انا ببحث عن الانسان اللي عنده قدره عشان يخدم هذا الوطن، يخدم هذا التراب المقدس. انا اللي عرفت على حالي قبل ما نتاسف، لا 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 ما تعرفوش انتوا، لا انا اسمي ظاهر احمد ظاهر عمر، انا من قريه مدوره قضاء الخليل، ولدت في 18/12/1951، في 19/12/1951 ثاني يوم اخذوا امي اللي ولدتني اخذوها مني، لا شمت ريحتي ولا خلت تحضني ولا خلت تحس بمومنت حتى لمده اسبوع واحد، اخذوها مني. اجت الام الثانيه، هي الام الثانيه هذه اللي اجت، هي اللي رعتني وهي اللي حضنتني وهي اللي ربتني وهي اللي عملتني، الام اللي ولدتني في فلسطين والام اللي ربتني الاردن. انا ما بقدر افكر بين الام اللي ولدتني والام اللي ربتني، أنا ما بقدر أفرق، هذه الأم اللي ولدتني والأم اللي ربتني، التراب اللي بتمشي عليه التراب مقدس زي التراب الكعبي، ما في فرق بينه وبين الكعبي. أنا ما بختم في البلد أنا عشان أنا بدي مقصف ولا بدي كذا، أنا هذه أمانة في رقبتي، أمي هذه عن طريقها بتدخل الجنة، عن طريق خدمة الأردن بتدخل الجنة، وعن طريق خدمة فلسطين بتدخل الجنة، هذه هي المذهب تبعنا اللي درسنا. أنا كنت سعيد وكنت فخور لما معتز عرفت إنه في حزب الشورى، هذا الحزب الذي احترم أمينه العام المؤسس، وهو هو يمثل الأم اللي ربتني، هذا الرجل الفاضل، الرجل المحترم، الرجل العبادي، الرجل الفاضل، هو هو عنصري أردني 100%، عنصري فلسطيني 100%، عنصري عربي 100%، عنصري مصري 100%، عنصري إنساني 100%، علشان هيك أنا ما بقول بدي بس عشان ابن الخير وعشان ابن الخير ولا من القدس ولا من دورة ولا من كذا. هذول الرجال اللي هم نتمنى انهم يقودوا الوطن ويكونوا بقوه الوطن. انا ما بدي اجي، انا ذوي الاحتياجات الخاصه هذه فئه مهمشه، احنا بالنسبه لنا كنا نقاطع انتخابات، عمرنا ما شفنا انتخابات، ما نقول انتخابات حكي فاضي، لا كانت حكومه بدها احزاب ولا مجتمع بدها احزاب ولا الاحزاب واهل كل احزاب، كله كان حكي فاضي. ولكن لما اجى القانون الجديد، الشيء الجميل في القانون الجديد هو كانت قامة الوطن، لأنه إحنا مرة واحدة نزلنا عندنا الدكتور محمد سامح حفظ الله توفى الله يرحمه، كان مقعد على كرسي متحرك، نزلناه بس ما نجح لأنه الدائرة ضيقة، بس الدائرة لما تكون دائرة وطن في 1,200,000 ورا المعتز، في مين هذول كلياتهم؟ ولذلك هذا هو الشيء العظيم، إنه هذول الناس وهذه الفئة تصل إلى المنصب اللي هي تستحقه. أنا بالنسبة لي إلك تعب مادي من عندي، وتعب معنوي من عندي، وتعب إن أنا أقول أنا أقول من كل عشان نتقدم. شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، حياك الله ورضى عنك، أهلا وسهلا. أيها الجمع الكريم،
ما كان فقدان معتز الجنيدي القدرة على المشي لإصابته في طفولته بمرض الشلل الأطفال، ما كان ليثنيه عن التحدي وصناعة المستحيل، فدرس وتعلم حتى نال درجة الماجستير في المحاسبة، وانخرط في ميدان الرياضة وتخصص في رفع الأثقال حتى حصل على بطولة العالم فيها وهو كابتن المنتخب الأردني في هذه الرياضة وبطل العالم فيها وصاحب أعلى رقم أردني سجل في التاريخ في هذه الرياضة. وعندما علقت الميدالية الذهبية على صدره أعلن مباشرة أنه يهديها إلى الأبطال في قطاع غزة. الذين نسأل تعالى لهم أن يجيزهم على ثباتهم وصمودهم وصبرهم الفتح المبين والنصر الكبير بإذن الله. فيا أيها البطل، اليوم يوم السابقين، فكن فتى لم يبغ من قصب الرهان بديلا، وإذا جريت مع السوابق فاقتحم غررا تسيل إلى المدى وحجولا. هذا زمان لا توسط عنده، يبغي المغامر عاليا وجليلا. كن سابقا، كن سابقا فيه أو ابق بمعزل، ليس التوسط للحديد وللجنيد سبيلا. كلمة اللجنة العشائرية في جمعية خليل الرحمن الخيرية للأخ والحبيب الأستاذ أيمن حسونة، فليتفضل. أسعد الله مساءكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا أطمعنا أن نسألك وأنت العزيز القدير. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية أقدم بالشكر والعرفان والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة العشائرية إخواني وأحبتي في جمعية خليل الرحمن أن شرفوني وكلفوني أن أتحدث باسمهم، وهم الكرام أبناء الكرام، فلهم مني كل التقدير والاحترام. ثم أما بعد، إخواننا المتحدثين غطوا كل ما كان يجول في خاطري لأتحدث عن أخي أبو سلطان، لكن لا ينتهي الحديث عن قامة وطنية وعالمية مثل الأخ معتز الجنيدي. فباسم الجميع أخي أبو سلطان، باسم الحضور من الأحبة والأصدقاء وأبناء العمومة وأبناء مدينة الخليل وإخوانك في حزب الشورى، نحن لم نأتي إليك فقط لكي ندعمك أو ندعم حملتك الانتخابية، بل لك ولنا لك في أعناقنا يعني كل الشكر وكل التقدير. شكرا معتز الجنيدي الذي أدخل الفرحة والبهجة في قلوب كل الأردنيين من خلال حصوله على البطولات على مستوى العالم. شكرا معتز الجنيدي الذي رفع علم الأردن صفاقا في أكبر دول العالم. شكرا معتز الجنيدي الذي لطالما سعى للدفاع والحصول على حقوق المظلومين. شكرا معتز الجنيدي الذي تقدمت وتفوقت علينا جميعا بإصرارك وبعزيمتك، وقد شققت طريقك بكل تحد وإصرار وعزيمة. شكرا لك من أعماق قلوبنا أخي معتز الجنيدي. ويقول الحق جل في علاه: قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
نحن في مرحلة أحوج ما نكون إلى الشرفاء، إلى الأحرار من أبناء هذا الشعب ليكونوا ممثلين لنا تحت القبة، وأنت أهل لها أخي أبو سلطان، مثلتنا في كل دول العالم فأحسنت التمثيل، فطريقك إن شاء الله إلى قبة البرلمان نيابة عن أبناء هذا الوطن الحر، أبناء أرض الحشد والرباط في هذا الأردن، في هذا الوطن الأردن الحبيب. أخي معتز الجنيدي، سر على بركة الله، عين الله ترعاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتان فقط، دقيقتان، أهل غزة لهم حق في أعناقنا، يجب أن لا نعتاد المشهد، يجب أن تبقى أحداث غزة عالقة في أذهاننا، ونسعى بدعمها بكل ما أوتينا من وسائل وإمكانيات بين أيدينا. هذا المقاتل الذي أذل دول الطغيان، أذل العدو الصهيوني. آه يا غزة يا جرحا بعيد الغوط، يا نكبا في جبين الكبرياء، سدوا آذانهم عن صوت النداء. هذا المقاتل الذي علم العالم كيف يتم الدفاع عن الأوطان، أنت الذي علمت هذا الكون أسرار النزال، وصرخت لا لا للطغاة، وقد جثت صيد الرجال، فمضيت تجتاح التجا نجما تلألأ في الأعالي، فإلى النضال إلى النضال إلى النضال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدعت أبو علي. أيها الحفل الكريم، مرشح مجلس النواب الأردني 2024، مرشح حزب الشورى قائمة الشورى الوطنية، ابن الخليل وعمان، ابن الضفتين الشرقية والغربية، ابن فلسطين والأردن، قلوبنا بحبه، خفاقة من حوله، وشرقنا من شوقه معانقا لغربه، فكيف لا نصونه وبالنفوس نفتدي تراب عز طاهرا من طامع ومعتدي. مرشحنا ناشط حقوقي للأشخاص ذوي الهمم، مؤسس لأكثر من 500 مبادرة، مشارك في أكثر من 500 مؤتمر داخل الأردن وخارجه، محاضر تحفيز الذات في جميع جامعات المملكة، مؤسس التجمع الأردني لذوي الإعاقة، حكم دولي في رفع الأثقال، مؤسس لأكثر من 2500 فعالية للأشخاص أصحاب الهمم من إفطارات رمضانية وكسوة عيد، وتوزيع أكثر من 5000 قطعة للاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة، حاصل على شهادة الماجستير محاسبة، وقبلها شهادة البكالوريوس في المحاسبة أيضا، يعمل في وزارة الصناعة والتجارة، إنه بطل العالم في رفع الأثقال السيد معتز زكريا. لعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي سيخوض معركة النيابة بناء عليه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وحبيبنا الهاشم الأمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأهل والعصوة وسندي وتاج الراس وعقال الراس، أهلي من أجمل مظاهر الكون اليوم إنه يجتمع القمر والنجوم في كبد السماء، ولكن اليوم في هناك شيء أجمل بكثير، إنه اجتمعوا أهلي وعصوتي من مدينة الخليل في ديوان الجنيدي
فاهلا وسهلا بكم، حللتم اهلا ووقعتم سهلا. في كل مكان ومقال دائما غزه. غزه، غزه العزه، غزه الذي علمتنا واهلها علمتنا معنى الصبر، غزه واهلها علمتنا معنى التضحيه، غزه ونساؤها علمتنا كيف نكون رجالا، غزه واطفالها علمتنا كيف نكون قاده. نقول عذرا يا غزه، والله عذرا يا غزه، عذرا يا جرحي، عذرا والله ما احنا قادرين نعمل لك شيء غير انه نقاطع والدعاء. اللهم انصر اهل غزه نصرا عظيما، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اخواني واحبتي وسند ظهري وتاج راسي اهلي جميعا، اليوم انا كان عندي حلم مثل اي انسان، كان عندي حلم اني اكون في البرلمان لامثل الاشخاص اصحاب الهمم، هذول الاشخاص اللي كان عندهم معاناه وما زالت، هذول الاشخاص اللي ربنا عز وجل عاتب حبيبه الكريم فيهم فقال عبس وتولى، هذول الاشخاص اللي طلع منهم احمد ياسين اللي كان عبره لكل الناس واللي عشت اقوى دوله في العالم امام كرسي المتحرك، فلما استشهدوا اعتقلوه قتلوه فقط في عقله. اخواني احبتي عندي حلم كمان للشباب، الشباب 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 اللي عم بيعانوا من البطاله، واللي بيعانوا من البطاله المقنعه، واللي بيعانوا من انه ابن الوزير وزير وابن البطل بطل وابن العامل عامل. متى بده تتغير الديباجه؟ متى بدها تصير هاي الاليه تتغير؟ البطاله المقنعه اللي بتقتل طموح الشباب، اللي الناس ما هي عارفه، بنحط المهندس دكتور والدكتور مهندس وما بنستغل طاقات الشباب. عندي كمان حلم يا اخواني بالفئه اللي انا واحد منها والرياضيين اللي قديه عندهم هموم وقديه لازم نظهر حقوقهم ولازم نبين قديه عندهم انجازات، لانه ببساطه اخواني العلم خارجيا بنرفعه على اثنين، لرئيس الدوله والبطل، انا يحق له انه برضه بلده نقدره، لازم نقدره. عندي كمان حلم بوجع كل واحد فينا بالامور الحياتيه والاقتصاديه والسياسيه والامور السياسيه. اليوم اجى قانون الاحزاب ليحكي ولينظم هذه المسائل السياسيه ولتكون بشكل منظم. واليوم احنا كحزب الشورى اهتمينا بهذا الموضوع، واهتمينا بوجود الاشخاص ذوي الاعاقه، واهتمينا بوجود المراه، وقدرنا نطلع على مركزيه الدكتوره منبت العبادي ومثلتنا ونجحت، واليوم هي نائب امين مساعد الامين. فاليوم احنا كحزب الشورى قدرنا نوصل شغلات كثيره، وقدرنا نعتني بالشباب ونهتم فيهم، وقدرنا نمثل بشكل كثير طبيعي. اخواني قانون الانتخاب الحالي اليوم اجى ليشمل شغلات كثيره، وانا باعتقادي انه قانون الانتخاب كان كثير ممتاز بالنسبه للناس، فاعطى الناس كثير حقوق وخلى مجموعه كبيره من الناس انها تشارك في هذا الموضوع، بالاضافه انه كثير عدد من الموظفين ما كان يقدر يشارك في موضوع الانتخابات، بس اليوم صار فاتح المجال لهذه الامور. اخواني لا اريد ان اطيل عليكم، اهلي وعزوتي وتاج راسي، اليوم انت امام قرارك، انت اليوم صاحب القرار، لا اما بتحط انسان بمثلك بمعنى الكلمه وبمثلك هو صورتك، لا اما بتحط انسان ما بيقدر يعمل لك شيء. احنا اليوم بنطالب بمجلس نواب، ما بدي مجلس نواب خدمات، بدي مجلس نواب تشريعي، بدي مجلس نواب رقابي، بدي مجلس نواب يمثلني، وانت اليوم بتختار مين يمثلك. مش عم بقول لكم عن معتز جنيدي ولا عن فراس العبادي، انتوا اليوم اصحاب القرار، اذا بدك تكون مواطن صالح وعندك المواطن الصالحه انت صاحب القرار، اذا اردت انه يكون عندك انتماء حقيقي لتراب البلد انت صاحب القرار، واذا اردت انك تتغنى بالشعارات انت صاحب القرار، اما انتمائك بكون حقيقي شعور حقيقي او اما بكون شعار تتغنى فيه بس مجرد حقيقي. انت اليوم صاحب القرار، انت اليوم صاحب القرار لتحط نائبك،
اليوم يجب أن يكون المجلس النواب يمثل الجميع، ويجب يحكي عن قصة الجميع، ويجب أن يكون رقابي على الجميع. يكفي فسادا، ويكفي استنزاف للطاقات البشرية، ويكفي استنزاف لطاقات الشباب. لا أريد أن أطيل عليكم مرة أخرى، ولكن في القلب حصة أريد أن أقولها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، بدنا نتفضل صديقتنا وزميلتنا الأستاذ إيمان. الأستاذ إيمان بالمناسبة جابت أعلى أصوات في المركزية، واليوم هي جاية لتدعمنا ولتحكي لك كلمتين حلوات مثل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على رسول الله الأمين. الإخوة والأخوات الحضور الكرام، بحب أتقدم بالشكر العميق لتجمع أبناء الخليل، واللي أتاحوا لي الفرصة إني ألتقي بهاي الوجوه الطيبة من أبناء الخليل ومن أقاربنا ومن أهلنا في الأردن. بالبداية نترحم على شهداء غزة، ونطلب من الله الشفاء العاجل لمرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يربط على قلوب أمهاتهم وآبائهم وأهاليهم كما ربط على قلب أم موسى. نلتف حول القيادة الهاشمية ونثمن موقف جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الحرب الغاشمة على غزة. أنا أختكم إيمان عبد الله شاهين، عضو مجلس محافظة العاصمة لواء الجامعة، ولكن استقلنا لأني مترشحة على الكوت النسائية للدائرة الثالثة. بحب أشكر الأخ معتز الجنيدي اللي أتاح لي هاي الفرصة أني أكون بينكم، وبحب أشكر الدكتور فراس العبادي وحزب الشورى اللي هم داعمين للبطل معتز الجنيدي، وبتمنى إنكم تدعموه كلكم ونشوفه تحت قبة البرلمان. أنا عشت رحم المعاناة، أنا كان عندي ولد في 97، أنا كنت مدرسة، مش رح أطيل عليكم يعني بسرعة. في 97 رزقني الله بولد، طبعاً كان ابني الرابع، كان من أجهل أولادي. في اليوم الثالث اكتشفت إنه ابني بشار عنده شلل رباعي تقلصي من أشد أنواع الشلل الرباعي، الشلل الدماغي. فكان الخيار أمامي إني أترك وظيفتي أو أرف بي بشار، فبدون أي يعني أي اختيارات قررت إني أترك وظيفتي وأتفرغ لخدمة بشار. من هون أنا حسيت إنه بدأت رحلة الأجر والثواب مع ابني بشار. في 2020 عرض علي إني أصير أنزل لانتخابات جمعية سيدات شفا بدران، فكان خوفي على بشار إني أتركه، ولكن بفضل جهود زوجي وأولادي الدكتور هاني العدوان بقدم له كل التحية، كان داعمي ولحقاية الآن هو داعمي، تعاون معي، وكانت صعبة إني أترك بشار لخمس ساعات، ولكن في 13/9/2022 كانت مشيئة الله أكبر. توفى بشار عن عمر 25 عام. طبعا حسيت انه باب الخير تسكر بوجهي لوهله، ولكن لا، من هون بدات قصه نجاحي في العمل التطوعي وفي العمل الانساني. بشار كان داعمي وهو القوي، وبحسه اكبر داعم لي في نجاحي في الحياه الاجتماعيه والسياسيه. بكرر انه وفي 21
نزلت على في 22 نزلنا على اللامركزيه، ما كنا نعرف شو يعني لامركزيه، ولكن لما عرفنا ان هي امتداد للعمل الانساني والاجتماعي والتطوعي فانا قررت اني ادخل هاي التجربه بفضل رب العالمين. حصلت الاولى على الكوته على العاصمه والثالثه على المملكه. من هون بحكي انه ما فيش اشي اسمه مستحيل زي ما تفضل الدكتور. بكرر دعمي وبطلب منكم الرجاء انكم تدعموا معتز الجنيدي، وانا ما بحب كلمه اعاقه لانه احنا المحيط او البيئه هي اللي صنعت كلمه اعاقه، انا بحب كلمه اصحاب الهمم، وشكرا لكم. اما وقد انتهت الكلمات الرسميه فنفتح الان باب المداخلات، باب المداخلات، وإذا سمحتم أن تكون المداخلة دقيقتين أو ثلاثة حتى نعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من حضراتكم. فمن يبدأ بالمداخلة؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. أنا يا إخوان بدي أقول لكم إنه إحنا أمام موقف صعب وموقف حساس للغاية، فإما أن نكون وإما أن نكون وبإذن الله سنكون. الأمر مش هين ومش صعب. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى أن نضع الأمانة في مكانها، فصوتك أمانة، والأمانة يجب أن توضع للقوي الأمين، والقوي الأمين الآن في هذه الساحة وفي هذه الفترة أخي معتز الجميل. إخواننا الأعزاء، إحنا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، محافظة الخليل فيها نزل كثير نواب نجحوا والحمد لله قامات ومعتد فيهم، لكن من مدينة الخليل مع الأسف الشديد لم يحصل. الآن بإذن الله يجب أن نتكاتف ونصوت لمعتز لأنها فرصتنا، فرصتنا القوية، وهو قوي والحمد لله رب العالمين. بهمتكم وبسواعدكم وبصوتكم سنصل إلى نجاح أخونا معتز، وهو قوي أمين وبإذن الله سيكون أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المداخلة لمن إذا سمحتم؟ من يريد المداخلة؟ تفضل. انا احمد الجنيدي رئيس نقابة التجار الاثاث والسجاد نعيم. احنا بنعتبر حالنا اول شيء معزبينكم ومعتز ابن عمنا يمكن جهه التعبير مجروحه، ولكن اللي احنا نتمناه بهذا الوقت واللي نتمناه من النواب القادمين، احنا الان في الليالي الظلمات افتقد القمر، ففي الليالي وفي الاوضاع الصعبه والاوضاع الحائكه اللي تمر فيها بلدنا ومر فيها العالم العربي والفرقة في العالم العربي، نحتاج انه إن نقف وقفة عزة وكبرياء وسياسية. نتمنى انه يكون مجلس النواب القادم مجلس يختلف عن مجالس النواب اللي شفناها، لانه منلوم على مجالس النواب السابقة، يمكن الناس وصلت مرحلة الملل من النواب ومن المد والجدر اللي بيصير في مجلس النواب، فاحنا بنتمنى من النائب القادم انه يكون اهل للمسؤوليه ويكون على قدر الحمل اللي بده يحمله لدي هذه امانه الاوطان وليس شخصيه. فبنتمنى ان شاء الله من اي نائب الناس تضع ثقتها فيه يكون ثقه اذا وصل لهذا المركز، وانه يكون ان شاء الله يدي المسؤوليه اللي بتمناها. واحنا عشنا حياه في هالبلد، عشناها فزعة لابن العم ولابن الخال، والان جلاله سيدنا نظم احزاب، قرون الاحزاب ما في شك يمكن احنا
شويه مش متعمقين، لكن نتمنى ان يكون هذا القانون بما في مصلحه البلد. فبنرحب برئيس الحزب الشورى واعضائه، بنرحب بالجميع. اللي بنتمناه احنا كلمه اخيره من النائب القادم انه يحافظ علينا احنا، نعرف حالنا كطبقه من هذا البلد، من نسيج هذا البلد، من الطبقه اللي كافحت في هذا البلد، وكنا بنينا حياتنا في هذا البلد. قبل 20 سنه بنطلع ماذا كان الاردن وماذا اصبح الان، ونتمنى انه يزداد هذا التقدم ويزداد هذا النجاح. نتمنى المواقف الوطنيه لهذا البلد وتراث هذا البلد. ابن عمي شفى الاردن وفلسطين بالام الاولى والثانيه، او اللي ربت، وانا اشبه فلسطين بالعين اليمنى والاردن بالعين اليسرى. فما في فرق اكيد ما بيننا، احنا نسيج واحد. ونتمنى الدعم لابن عمنا، لانه اجد انا شخصيا شهاده حق انه يستحق ان يكون معبر لنا في مجلس النواب، لانه من رحمه او من وسط هذا الشعب، من وسط هذه الطبقه المكافحه والطبقه اللي عانت وتعاني. فشكرا لكم جميعا، ونتمنى دعمكم ل حياكم الله جميعا. الكلمة الأخيرة، شكرا لكم على حضوركم، وشكرا لكم على مؤازرتكم لحبيبنا وبطلنا معتز الجنيدي، ونسأل الله تعالى أن يكون النجاح حليفه، وسنلتقي بإذن الله في يوم الانتخابات. الرجاء من الجميع أن يشجع أهله وعائلته وأبنائه، إنه مرشح وطن، إنه مرشح وطن. فبإمكان الأردن من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، يصوت لهذا البطل، لمعتز زكريا الجنيدي. شكرا لكم والسلام عليكم.